طيب انت من ابناء الجماليه، احكي لي عن الجماليه زمان والجماليه دلوقتي. بص الجماليه يعني عبق للتاريخ كله، تلتين حضاره مصر مش هتلاقيها الا هنا. ان كان شارع المعز، ان كان جامع ببارس، كل حاجه حلوه هنا. يعني الروحانيات بتاعت المكان كمان يجبرك ان انت تفضلي هنا. ان قعدتي هنا يوم صدقيني مش هتقدري تعيشي في اي مكان تاني. هتلف وبرضه هتيجي للمكان ده. انا واحد من الناس اما بكون الدنيا مقفله معايا ويا اما اطلع عند البوابه دي انا اقعد، يا اما عند مولانا سيدنا الحسين مع حالي واتكلم بقى انا وربنا. ربنا يرضيك ويرزقك ويديمك نعمه في حياه اهلك وفي حياه الناس. وعايز اسالك الديوان اللي جاي هينزل امتى؟ لا لسه ما خلصوش. هو ديوان هيبقى اهداء برضه لحبيبتي ان شاء رب العالمين، من الجلده للجلده هيكون مختص بها هي بس ما شاء الله. ربنا يخليها لك يا رب. طب لو طلبت منك تختم لنا بحاجه من تاليفك لاهالينا في البيوت. في ناس تحب الناس لاجل الخير وتعرفها، وناس تحب الواجب وتكرم قوي ضيفها، وناس بتاخد ما تدي فاحذر تسلفها. في ورده في جنينه خسيس كتر الهم نشفها، مالك انت يا عبد بتسال ليه؟ سيبها لربك يشرفها، لو القلوب بقعت مفيش ميه نار تنضفها. اهالينا الله عليك الله عليك الله عليك. احمد نورتنا في اهالينا. انا مبسوطه جدا ان انا اتحاورت معاك، وان شاء الله نجيلك المره الجايه يكون ست الحسن نزل وتقابلنا بقى بست الحسن. انا تحت امرك، انا تحت امرك في اي وقت. ربنا نورتنا، اتشرفت بيكوا والله.